شيل البتاع ده، انا ما طلبتش حاجه، يلا شيل. خلاص روحي انت يا اسراء. يا بابي مش معقوله كده، حياتنا كلها تبقى مشاكل بالشكل ده. هقول لها من تصرفاتك. طب واحنا مالنا؟ دي مشكلتكم انتوا مش مشكلتنا احنا. كنت بستنيك وعارف ان انت جاي جاي. معتز ما تنساش ان ده بابي. طب يبقى خلي واحد فيهم يلمسني عشان يبقى آخر يوم في حياته وفي حياتك أنت كمان. أنا بقى مش هعمل زيك، وعشان أنا ابن أصول وأهلي مربيني مش هخليهم يشيلوك ويرموك بره. يلا اطلع بره أنت من نفسك زي الشاطر كده وحالا، يا إما هيكتفوك لحد ما البوليس يجي ياخدك. يلا بابي من فضلك لمي هدومك ويلا تعالي معايا البيت، ويبقى يوريني بقى يقدر يعمل إيه. بس أنا عايزة أفضل في بيتي. سمعت؟ يلا وريني جمال خطوتك. ما تخلقش، اللي ياخد حاجة من كمال مشحل غصب عنه. ما شرفتش يا كمال بيه. بابلو انت بتعمل ايه هنا؟ انا ما رضيتش اي كبسه عليكي وقلت اكلمك الاول. في حاجه حصلت؟ مين يا ندى؟ ده بابلو. مساء الخير يا معتز بيه. ما ينفعش تقول حاجه انت مش جاي عشانها. طب كويس انك قطع عشان ما نهريش كتير. اللي زيك اخره معتبه الباب. امشي يلا اطلع بره ما اشوفش وشك هنا تاني. ايه ده ايه ده؟ معلش يا بابلو، هو بس ما يعرفش. في ايه؟ انت بتتاسفي له؟ ممكن تهدى يا معتز؟ انا جاي بطولي وسبت الرجاله بره عشان شاري خاطر. وانت شويه العيال اللي بره هتلاقيهم متربطين في الجراج. يعني انت جاي تاخدني بالعافيه وبتقولي علشان تراعي مشاعري؟ دي اوامر ابوكي، بقى عندي امور عائليه خارج عني. انت مش عارف انت جاي بيت مين؟ ولا الزبون اللي بعتك ما فاهمكش؟ اسند ظهرك وريح، انا بتكلم مع المدام. اتكلم مع المدام؟ انت اتجننت يالا ولا ايه؟ قلت لك اهدى كده وريح. وحياه امك لعلمك الادب على اللي انت عملته ده. طب لو النبي امشي دلوقتي عشان خاطري. يا مدام ندى انت تعلم ابوك اكتر مني، ما ينفعش ارجع فاضي. حاضر ماشي امشي بس وانا هحصلك. انا هعرفك ازاي تمد ايدك على معتز المال.